مرحبا، أنا محمد داود من كلية تكنولوجيا المعلومات قسم علم الحاسوب، واليوم بدي أحكي عن تخصص علم الحاسوب. علم الحاسوب بيفتح لك الآفاق للمستقبل، وهو أساس لكل العلوم التكنولوجية الجديدة زي الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والسايبر سيكيورتي. علم الحاسوب بيفتح لك الآفاق للتطوير والإبداع في كل المجالات. خريجي علم الحاسوب بيشتغلوا بوظائف متعددة إلها علاقة بالبرمجة وتحليل البيانات وهندسة البرمجيات، كمان تحليل قواعد البيانات. خريجينا حقيقة بعض من خريجينا بيشتغلوا بأكبر الشركات العالمية زي أمازون ومايكروسوفت، بعض خريجينا بيشتغلوا على مستوى الإقليم بالخليج بتركيا بوظائف كتير ممتازة، بعض من خريجينا أيضا بيشتغلوا بأوروبا وأمريكا، وفي نسبة منيحة من طلابنا بيكملوا دراساتهم العليا في مجالات متعددة، منها مجال علم الحاسوب ومجال السايبر سيكوريتي بأكبر الجامعات والجامعات المرموقة عالميا. فأنا بنصح الناس اللي عندهم معرفة أو حب أو شغف للبرمجة والرياضيات بأنهم يتجهوا لعلم الحاسوب. يعطيكم ألف عافية.